فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق اهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكبر انت ولك رب وفقنا ووفق لما ترتضي قولا وفي لك كرما وارزقني كل حلال دائما واغفر لنا العلماء نحظى بالخير والرتبى كل شر ربنا وسع لنا كل الشر واغفر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون تغشى المصطفى من إلى الحق تعالى والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكمام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسلم